ديال القنصليه او جميع اعضاء الجمعيات وجميع الاخوان اللي جاوا من جميع المناطق سواء من باكستان او من مناطق اخرى في امريكا. هي جرات العاده اولا اننا غادي نهنيو الجمعيه المغربيه الامريكيه نيو جيرسي فيما يخص عيد الميلاد الرابع ديالها، وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح في العمل ديالهم. الاخوات شويه الهدوء الله يجازيكم شويه الهدوء، وفي نفس الوقت كنتمنى واحد شويه ديال السكوات من اللور باش يمكن نتكلموا مع بعضياتنا شويه. لا الحمد لله. على كل حال دائما جرت العاده اننا ملي كنتلاقاو في لقاءات بحال هكانيه اننا خصنا نخاطبوا بعضياتنا وخصنا نتحاوروا. كاين بعض المسائل اللي ممكن ما كتسيرش في بعض الاوساط بعض الاجتماعات، لكن انت تكون مع الاخوان والاخوات هكا لابد اننا خصنا بعض الفترات نناقشوها. اولا انا ما كنت جاي معول باش نعطي شي كلمه اللي هي يعني موجوده من قبل. جرت العاده جميع الخطابات ديالي انني كنعطي كلمه عفويه، وهذا دليل على ان الكلمه اللي غادي نعطي غادي تكون من القلب ديالي، لان غادي نخاطبكم جميعا فيما يخص هذا الاجتماع، وغنستغلوا هذه الفرصه باش نناقشوا بعض الحوايج اللي تتهمنا حنايا كجاليه وشي حاجه اللي هي مهمه. اول حاجه كنشكر السي القاسمي على الكلمه ديالو وعلى التوجيه ديالو اللي وجه لجميع الاخوان المغاربه. الدليل على ذلك انه لما قال لكم ان الباب ديالنا مفتوح ففعلا الباب ديالهم مفتوح، لكن المشكل المطروح حنا عندنا واللي خصنا نهضروا عليه اشنو هي وضعيه ديال الجمعيات الموجوده في امريكا، كيفاش كتشتغل وعلاش الجمعيات ما مجتمعاش مع بعضياتها، وعلاش الجمعيات في كل ستيت ما عاملاش النادي ديالها، وعلاش ما عندهمش واحد البروغرام سنوي يتجمعوا فيه على الصعيد يعني سنوي على الاقل مره في السنه يتجمعوا جميع الجمعيات برئاسه القنصليات والسفاره ويعطيو المشاريع ديالهم ونسمعوا ليهم ونعرفوا شنو المشاكل ديالهم.